حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن سعيد المقبوري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه سال عائشه رضي الله عنها كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشره ركعه يصلي اربع ركعات فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثه فقلت يا رسول الله تنام قبل ان توتر قال تنام عيني ولا ينام قلبي